أيضا الذي يعيش في النور الله تعالى يرزقه السكينة. السكينة، والسكينة ما هي؟ السكينة تذهب الخوف. يعني الإنسان في هذه الحياة معرض، معرض للمخاطر، معرض للأهوال، معرض للشدائد، معرض للأزمات، معرض لحالات، لحالات قد يكون فيها خائفا. فالله تعالى عندما يرزقه السكينة، هذه السكينة تذهب عنه الخوف في تلك اللحظات الحرجة والحاسمة. وممن رزق السكينة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إلا تنصره فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. إنه موقف يعني محفوف بالمخاطر. الذين كفروا يطاردونه، الذين كفروا يلاحقونه، هناك مطاردة، هناك ملاحقة، يريدون القبض عليه حيا أو ميتا، يريدون الكيد به، المكر به. فطبيعة النفس البشرية أن تخاف في مثل هذه الظروف الحالكة الصعبة. لكن بما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في النور دوما، هو متمسك بالنور، فالله تعالى رزقه السكينة. تلك السكينة جعلت الخوف لا يتطرق إلى قلبه أبدا، بل صار يطمئن صاحبه في الغار. أيضا الله تعالى أنزل هذه السكينة على المؤمنين، على المؤمنين عند فتح مكة. لماذا؟ لكي يتجهوا نحو هذا الفتح وقلوبهم ليس فيها شيء من الخوف. إذن المؤمن الذي يعيش في النور الله تعالى يرزقه الطمأنينة، يرزقه السكينة.